السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا قناة جيمر جايز. اليوم عندنا ايفنت جديد، ايفنت حق الديكو رومي تقريبا، اذا مخفضني اضغط زر الاوبشن اذا ما طلعت لك المهام. راح عند كلمة ادفنجر، حط على الايفنت مثلا حط مثلا اكس راح يطلع لك المهام. ممتاز. طبعا المهام الايفنت مستمر لمدة اسبوعين من يوم الثلاثاء اللي هو اليوم. انا ما ادري ايش راح يعطيني في النهاية، لكن نتمنى انه ماوت، نتمنى فنشوف ايش راح يطلع لنا في النهاية. طبعا قبل ان ابدا اضغط زر الاشتراك اذا ما كنت مشترك، وفعل زر التنبيهات عشان اي شيء جديد ينزل في لعبة توف راح انزل عنه على طول. شيء ثاني، اذا بغيت انت اي شيء عندك شرح ما فهمته، تحتاج شيء معين اشرح لك، برضو عندك التعليقات اكتب فيها راح اشرح لك فيها مباشرة. فخلونا الحين نبدا مع اول مرحلة من مراحل الايفنت. مطلوب منك انك تقتل ديكومي في منطقة منطقة النار، اسمها هي دراغون فاير. فخلينا نحول اول شيء على الشخصية اللي هي هذه، لان عندي هي شخصية سريعة. فتجي هنا بالنسبة اللي توم بدين اللعبة عندك منطقة هذه ضعيفة مرة فتنفع لك، لكن اذا كنت تقول يعني تبغى تجمع خلينا نقول يعني كذا وكذا، فانا انصح خليك منطقة ضعيفة عشان تنتفهم يعني مرة سريع. وخلى عندك شخصية زي شتو هنتاي يمدي يطلق من بعيد فعشان تخلص بسرعة. ممتاز. فكل اللي عليك مطلوب منك انك تدور عليه يا طويل العمر. خلينا نشوف وش الشيء اللي احنا نبغاه. طبعا هو ما يتواجد الا بس هنا في هذا المنطقة. شوفونا ذاك الشيء اللي قدامي، ديكومي ذا الكبير، هذا هو المطلوب منك انك تقتله. جاهز؟ فالحين حسب لي واحد. فا ايوه اعطيني صندوق، انا ما ادري وش هذا لكن بجمع منه. لا طبعا لا تتقل اي صندوق اللي تجيك لا تفتحها، خلها ماك يمكن يسوي يمكن مسوي لها متطلب ثاني او شيء. فخلوا الحين ننتقل للمرحلة اللي بعدها. طيب الحين في المرحلة الثانية مطلوب منك انك تقتل الكب كيك كلف او كيلف او شيء زي كذا، يقول نحصله في دنجل في منطقة الكندويا. فنروح منطقة الكندويا ونشوف اذا حصلت الدنجن هو يبيه. احويكم كيف تحصلون الدنجن نفسه يعني ذا. طبعا زي ما تشوفون هذا الدنجن لو تشوفون تحت على اليمين مكتوب سلاي ذا كب كيك كبر. طبعا هو موجود تحت هنا بالضبط اذا ما خاب ظني يعني. كابتن انتوا تشوفونه واضح ولا؟ هذا هو شكل الكب كيك من المطلوب تقتله. لازم يكون دنجن صغير. حلوين. خلو الحين ننتقل للمرحلة اللي بعدها. طيب في المرحلة الثالثة مطلوب منك انك تجمع 100 فليم. فنجي هنا زي ما قلنا منطقة النار هي أفضل منطقة للفليم. فبس بوريكم كيف شكل الفليم يعني ايش حنجي نكمل يعني. فأتوقع أنا سهل مرة جميع في المنطقة هذه بتحصل منه بكثرة في منطقة الفليم نفسها. أنا ما أدري ايش جاي صرت أشحك كثير. طيب ندور فليم. فليم تلقاه بشكل مو كثير هنا، لكن احيانا تصادف انك ما تلقاه. ما بدنا نتكلم عنه، تطلق عليه بالليزر او مع قنبلة عادي كذا وكذا. كذا مطلوب منك انك تجمع بس 100 حبة كذا راح تخلص المهمة المطلوبة منك. خلونا الحين ننتقل للمرحلة اللي بعدها. طيب في المرحلة الرابعة مطلوب منك انك تجمع البلانكس كول
اللي هو تحصله عن طريق ال الدو الدنجنات على شكل ورقة. أشوف أن أفضل منطقة اللي هي الفي فورست، أتوقع يعني أفضل منطقة. فتدور الدنجنات على شكل ورقة، وإذا خلصت الدنجن تاخذ الريسبي هذا، فتودي عند آلة اللوت تكسره فيتحول إلى بلانك. فهو مطلوب مننا 5 حبات بس، فيه شوية فيمدينا نجيب إن شاء الله. سلام سلام، خلينا نشوف أول شي دنجن في المهارة هذه. أيوة في هناك 2 صاحبين على العالم، الحين نبغى حنا والاثنين ذوليك. فاحنا الحين بناخذه عشان بسوي لكم كمثال كيف يجيبونه. حلو، نجي ننزل. اوكي حلو، الحين بمجرد انك سويته جاني ريسبي هنا. شلون؟ هذا هو ريسبي. حلو، تاخذه جمع لك 5 حبات من الريسبي. تمام، بعدين شوف لك بيت. خلينا نشوف لنا بيت. يا سلام، والله دلع بيت. حلو، تكسر تفتح البلاي ستيشن حقك، تروح عند آلة اللوت. لحظة شوي بس، حلو، تجي عند آلة اللوت هنا، طلع عليها. خلينا نكسر الأول. تجي عندي مربع عشان بس تفك عنها القفل، بعدين اكس. شوف هذا سحب لنا 1، خلونا ننتقل المرحلة اللي بعدها. يلا حلو، أول ما جمع اللي هو ال ال خلينا نقول البلانك اللي هو خلينا نقول الريسبي وتكسرهم، خليك في منطقة الفيل يعني لا تطلع منها. قتل أي شيء تشوفه هناك. في الغالب إن كل الوحوش اللي في منطقة الفي يجيبون يسمون هذا الفي دست، فما يهمك أي حيوان شوفه قدامك انتفه، وإن شاء الله عقبت مني يطيح بشكل أسرع. ان شاء الله نحصل الحين. الله ما حصلنا حب واحدة بس. هو على العموم تلقاه يعني هنا من دام انك في نفس منطقة الفي فراح تلقى بشكل سريع. طيب ما في وحش شيخ دين ياهو، ولا اي وحش، لا واحد ما اعطانا. طيب بعد هنا هذا عنده اعطانا، شوفوا على اليمين مكتوب فيري دست. نشوف هذا ان شاء الله عندنا نخلص. لا والله ما عنده. ما عندك؟ نلمح واحد هناك. ما هم يعطون ها؟ طيب الحين انتم بس قلتم انكم فهمتوا الفكرة، فأي وحش تقتله فان شاء الله اني اعطيك الفيري دست اللي انت تبغاه، تخلص المهمة اللي عليك. فقد احاول نحصل هنا. الله حظي ماشي، هذا كبير تين. ايوه خلوا الحين ندخل المرحلة اللي بعدها. طيب وانت في مكانك لا تطلع، اضغط اوبشن واحنا كلمة بومبا ريال، ادخل يقول ارم فيها 20 قنبلة. ما يهم شنو القنابل اللي انت ترميها، اهم شيء بس ترمي 20 حبة. حاول انك تدخل من جيم، تحاول تزبن، تبعد بعيد على الاعداء، وتبدا ترمي قنابل، ترمي حوالي 20 قنبلة، وبكذا راح تخلص. نقول هي كم قنبلة المهمة ذي؟ والله ما ادري، هي 5 أو 6، والله ما ادري. خلينا نشوف. والله ما ادري وش اي مهمة. خلينا نشوف، ندخل هنا، نعرف من هنا. هذه المهمة السادسة. اوكي، فاول ما ترمي 20 قنبلة راح يطلع علامك اللي هي زي الطونق زي كذا حركة، فراح تخلص على طول.
انا اخذ ذول عشان اقدر ارميهم بسرعه، ما يهمني وين ارميهم باي اتجاه، مهم بالنسبه لي صراحه. اهم شيء اني اخلص من مهمتي بسرعه. كيف وكذا خلصت، عاد الحين اطلع ننتقل للمرحلة اللي بعدها. طيب الحين في المهمة السابعة، مطلوب منك يا طول العمر انك تقتل البايوت كانون، اتوقع اللي شيء اللي يمشون معهم مدفعية زي كيف يدهم. المهم كيف تلقاهم دولي؟ تجي هنا تضغط على حقيقة العوالم، تروح لمنطقة الموية اللي على اليسار هذه، تدخل اي بوابة تناسب قوتك. انا بدخل ضعيفان عشان الشاب حياتي انه خلاص اسرع بس فقط لغا، يعني اقدر ادخل قويات واخلص لنجنات على طريق، لكن خلنا نشوف كم مطلوب مننا من واحد يقتلهم. مطلوب 20 واحد مهمدين ان شاء الله. طيب طبعا شكل مطلوب اي نوع من نوع البغوات هذا، سواء كان مع سيف او مدعية او اي شيء، اهم شيء نفس اللون ذا. فلما تقتل من العينة هذه فعادي اي شكل من اشكالهم زي هذا الحين، سواء كان كبير صغير راح يحسب لك. ممتاز، خلونا ننتقل للمرحلة اللي بعدها. طيب في اخر مرحلة مطلوب منك انك تقتل سالون بوت مير او ميجر، تحصل في منطقة الصحراء. فنروح منطقة الصحراء الحين ونحاول نقل دنجن اللي فيه هالشيء هذا. فإذا أول ما حصل الدنجن هذا راح نكمل. أوكي طيب في الدنجن هذا زي ما تشوفون تحت على اليمين مكتوب اسم المطلوب نقتله، فبنحاول نسبق الأخ اللي قدامي عشان نسوي لكم كيف شكله. هذا هو، شوفنا هذا، هذا اللي كنا آلي، هذا هو المطلوب منك انك تقتله. وبكذا راح تنهي جميع مهام الايفنت. خلينا نشوف ايش راح يجينا. ما في شيء، بس هذيك نجمع منها يعني على الفاضي. اوكي خلينا نشوف، لحظه وش هذا؟ هات انها عندي يقول لي، وهذا ريسبي. اوه يعني صدق هذا اذا قتلت يعني في الايفنت هذا الزبده انك اذا لازم تقتل تروح منطقه الدراجون فاير وتقتل بس اللي هي خلينا نقول ديكرومي، تقتل منه كثير عشان تطلع منه صناديق هذه وتفتحها وان شاء الله تحصل منها اشياء حلوه كماونتات او يسموها لله الله اسمها هي له الله المج اللي هو زي القارب ذا حق يمشي على السكه او اشياء ثانيه او سبيت او شيء او اي شيء ثاني. فنقول ان شاء الله يطلع لكم شيء حلوه. يعطيكم الف عافيه متابعه، اللي ما اشتكى شكرا خاصه به، ونشوفكم ان شاء الله في مقطع جديد. سلام.